شكرا لك متعب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي، كأس السعودية العالمية، الكأس الأغلى، الكأس الأغنى، الكأس الكبير، الكأس الذي بالفعل يحظى بحضور كبير وبمقام كبير، بحضور سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. بالفعل قرابة نصف مليار مشاهد، قنوات لا تحصى ولا تعد، ودول بالفعل تتابع هذا الحدث العالمي حيرت العالم، المملكة العربية السعودية، تنظيم على أعلى المستوى، ثقافات متنوعة، هنا خيرة المهور في العالم، هنا جياد العالم، هنا بالفعل أبطال العالم، هنا ملتقى العالم. مرة أخرى الوجهة الشرق الأوسط، وأي بلد، إنها السعودية العظمى يا سادة، عظيمة بكل المقادير، بكل شيء، بهذا الحضور الكبير، بهذا التشريف المثير، بهذا التنظيم، بهذه الجائزة، بهذا الحدث في هذا التوقيت الذي يصعب على الغير. المسير خطوة للأمام، نحن نصنع إنجاز هنا، نحن نصنع طفرة هنا، فمن هو قائدها؟ قائد ثورة العصر الحديث، إنه بالفعل سيد هذا الحضور. إذن مشاهدين الكرام، لدينا بانكوك، تشارلتان، تشوا ويزرد من اليابان للاستعداد. هكذا انطلاقة النسخة الثانية من كأس السعودية العالمي مشاهدين الكرام، مسافة 1800 متر. هنا مشرف بالفعل، مشرف بالشعار السعودي في المقدمة، بطل الديربي الفرنسي لغاية الآن، لكن كما هو المتوقع تشارلتان من جهة، ومن جهة أخرى لدينا أيضا الخطير نيكسكو في هذه الأثناء، من خلفهم يأتي ميلتري لو بالشعار الليبي الإماراتي معا، وبالتالي بجوارهم تاسيتوس بشعار جودمونت. إذا لغاية الآن، هكذا لغاية الآن السيطرة نشاهدها من شارلتان القادم بقوة بقيادة المدرب بوب بافارت ومايك سميث، الثنائي الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة الثنائي الأكبر كذلك في أوروبا، جون غوزن وفرانكي دي توري، ولكن يتماشيان نيكسكو تشارلتان. إنهم كبيرا أمريكا، إنهم خطيرا الولايات المتحدة الأمريكية. من سيكون البطل لهذا الشوط الكبير؟ مشرف من خلفهم يحمل آمال العرب، يحمل آمال المملكة العربية السعودية، ولكن خطير تشارلتان. مشرف قادم، تشارلتان وضع اليد، ومشرف شارلتان بأي لغة ستتحدث هنا ويبحث عن كأس المملكة العربية السعودية العالمي، كأس السعودية العالمي، ولكن مشرف هذا الإصرار، مشرف نار، السعودية جو، المملكة العربية السعودية، كأسنا في يدنا، المملكة العربية السعودية، أبطال الكأس السعودية، أبطال الكأس العالمي، الكأس الأغلى سعودي، الكأس الأجدر سعودي. أوب 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 أوب. ما لحد منا، ما لحد منا، بالفعل باليمين، باليمين، هكذا بالفعل فعلها مشرف، فعلها البطل، بطل الديربي الفرنسي، هو بطل أغلى وأغنى كؤوس العالم. نعم السعودية العظمى، إنها عظيمة، أمان ربي عليك أمان يا فنان، بشعار الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل. الفيصل فصل الأمور، الفيصل انتزع هذا الكأس، وما هي بغريبة، ما هي بغريبة، بيمينه يجيبه، كأس السعودية سعودي. من بين عظمتي وقدراتي وإمكانياتي الأمريكان، هنا السعودية، هنا السعودية الأبية. أوب 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 أوب. إنها ماركة سعودية يا عيني.